الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم انتقى هذا المشهد لينزل آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية العظيمة التي هي آية الولاية نزلت في هذا المشهد الذي جمع فيه علي عليه السلام بين توجهه إلى الله وبين توجهه إلى الفقير، وهذا ما يجعلنا ننظر إلى أن الميزان الذي يحقق السلوك والعبور في طريق كمال الإنسان الذي هو سبيل الله وصراط الله وهو حبل الله هو الموازنة ما بين العبادة الخاصة وما بين العبادة العامة الشاملة، بمعنى خدمة الناس